سؤال محرج بالشخصي، شو مشكلتك مع المضاجعة؟ دعيت إلى أن يتوقف الرجال عن مضاجعة زوجاته. أنا أدعو اليوم إلى وقف التناسل العربي. بتعرف إذا حجرت على الشيعة بالضاحية ما بصير عندك شي 200,000 علوشي بده نطلع بعد 9 أشهر. ما نحن عايشين بسوق دعارة سياسي بالبلد. اختيار الرئيس حافظ الأسد، الرئيس جمال عبد الناصر، السيد حسن، الرئيس بشار الأسد. يمكن كلامك هيدا هو اللي منعك من دخول كذا دولة عربية. تحرير لبنان من النظام الطائفي. كيف بدك تحرر لبنان أستاذ رفيق من نظام طائفي مع حزب شعاره الطائفي؟ خيرناك بين السيد حسن والرئيس بري، ما بتختار؟ لي عتب أنا يعني يمكن من الثنائي. عم بتطلبوا تكون نايب؟ كان المفترض بالانتخابات الأخيرة أن يكون، ما سمحوا. أنا بقول على الهوى، بس هالمرة بدي أنذر ويتهموني. الرئيسين ميشيل عون وإيميل لحول. بدك تعمل طقعنا مشاكل اليوم. سمير جعجع، بشير جميل. لا تعليق. ناصر أنديل، سالم زهران. بعرف تاريخه مظبوط. مفخخة ملغومة هاي. تتريدا جعجع، ميش دياق. ميش دياق حرام راحت على محل. تريدا جعجع عم ينلعب فيها إنها تكون هي ممكن رئيس جمهورية أو شيء. لو أنت كنت نايب اليوم ما بتنتخب تتريدا جعجع رئيس؟ لا. جبران باسيل، نبيه بري. هذا الزلمة مظلوم. بيير جميل، كميل شمعون. إنه أنا عندي قصة مع الشيخ بيير جميل. ناخذ هالحجر هوب ضربته. حسينة شعبان، لونا شمال. مين منهم منعك تكون على سوريا؟ هاي الطبقة السياسية الذليلة اللي كانوا يروحوا يرابطوا باللوبي تبع الشيراتون. أحسن ما أحكي بكرامة البعض ونسوانهم. وثلاث أرباع اللي شتموا سوريا هن اللي بيشعروا كانوا بسفاح القربة من السوري. بالضحك بيعرف حاله. إذا تكلم رفيق نصر الله، لمين كان يجيب مصاري وهدايا تخرب الدنيا بلبنان؟ خاتم اللي بيرفعك هيدا خاتم أهداك يا سماحة أمين العام. الخاتم اللي كان لابسه سماحة السيد عجبني، بدي إياه. وفاة ابنك الله يرحمه. قال لي أنا زهقان من كل هالدنيا. يا جماعتنا، يا حزب الله، يا حركة أمل، نحن عم نضطر نتسوى المي نشتري مي. لك ملعون أبو التحرير إذا بدي يكون هيك. يا خي حأحكي شغلي أخطر هلا وكمان يمكن يزعلوا. أنا من الناس اللي دعات بالهجوم على المصاري باحتلالها. مش عارفين نحن مخازن الأدوية وين؟ مش عارفين نحن البنزين وين؟ لن يستقيم البلد إلا بالصدام. رايحين على الفوضى الكبيرة. ملعون أبو اللي ما بيقدر ولا حليب لأبنه ولا دواء وبيوقف مثل واوي. لما ندفع 3 مليار و300 مليون دولار بالسنة أرقيد. المرأة العربية واللبنانية إيه بدها تنفيق الساعة 11. دخلك مين بيجيب على الساحات أكثر هلا؟ أي زعيم سياسي مهما كان، والله فوهبة. بياكلوا قتلة. مهدد العالم بحزب الله. سبع أيار بالعسكر. سبع أيار منيح لوقت، بعدين شو صار بسبع أيار؟ كم واحد راحوا؟ 13 واحد، 8 من حزب الله. كان في مؤامرة للوصول إلى شبكة الاتصالات تبعية المقاومة لاغتيال السيد حسن.